مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم. هذا اليوم كانت السحب عامة قليلة، ظهرت الشمس في فترات طويلة، الريح كانت من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدة داخل البلاد وقوية نسبيا قرب السواحل، مما ساهم في ارتفاع نسبي في الحرارة، أقصاها تراوح ما بين 20 و 24 درجة، سجلنا 20 بتونس وكانت في حدود 18 بالمرتفعات. وخلال هذه الليلة ستتواصل السحب عامة قليلة، وبالتالي سيميل الطقس إلى البرودة بالمناطق الغربية. حرارة الليل ستكون ما بين 4 و 8 درجات بالمناطق الغربية وما بين 8 و 12 ببقية الجهات. التوقعات الجوية اليوم الغد إن شاء الله بعض السحب بكافة المناطق، ستتكاثف آخر النهار وأثناء الليل بمناطق الشمال وتكون مصحوبة ببعض الأمطار المحلية والمتفرقة. حرارة في حدود 22 بتونس نابل زغوان، كذلك ببنزرت، وبالشمال الغربي الحرارة ستكون ما بين 18 بالكاف إلى 21 بسليانة مع نزول بعض الأمطار آخر النهار وأثناء الليل. بمناطق الوسط سحب عامة قليلة، الحرارة قصوى ستكون ما بين 18 و 24 درجة بالقيروان في حدود 22 بسوسة المنستير المهدية. بمناطق الجنوب 22 بصفاقس، 24 بجابس مدنين، 22 بقفصة، 23 بتوزر، 24 بقبلي، كذلك بتطاوين رمادة البرمة وببرج الخضرة مع سحب قليلة. بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري، ستتواصل الريح من القطاع الجنوبي، سرعتها قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشمالية، تصل أحيانا إلى 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب. بخليج الحمامات ستكون الريح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب. وبمنطقتي شابة وجربة إلى غاية جرجيس ستكون الريح كذلك من القطاع الجنوبي جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها معتدة إلى قوية نسبيا، تصل أحيانا إلى 25 عقدة، ما يقارب 50 كيلومتر في ساعة، والبحر قيول اضطراب فمضطرب. إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية. بنواكشوط سحب قليلة 33 درجة عند الظهر، سحب قليلة كذلك بالمغرب الأقصى 18 بالدار البيضاء 17 بالرباط، سحب كثيفة مع أمطار بتلمسان 15 درجة، وسحب عابرة بالجزائر العاصمة وعنبة 19، بعض الغيوم من النوع المرتفع بطرابلس مصراتة بنغازي، سحب قليلة بالإسكندرية القاهرة 19 درجة. وستتواصل السماء صافية إلى قليلة السحب بالمدينة المنورة ومكة المكرمة 26 درجة، 22 بالرياض، 21 بأبو ظبي، 20 بالدوحة، 17 بالكويت و15 ببغداد. سحب قليلة بالشرق الأوسط 12 بالقدس الشريف، سحب قليلة بتركيا 8 درجات باسطنبول، سحب عابرة بأثينا 13، وبعض السحب بفيينا 10 درجات. بإيطاليا طقس عامة قليلة السحب، ما عدا بميلانو سحب كثيفة مع أمطار 8 درجات، أمطار كذلك بنيس، ليون، جنيف، باريس، بروكسل، لندن، مارسيليا، تولوز وبوردو. بعض السحب ببرشلونة وطقس مغيم مع أمطار بفالنسيا، سحب عابرة بمدريد ومالقة، وطقس مغيم مع أمطار بلشبونة 13 درجة. التوقعات الجوية بالنسبة إلى نهاية هذا الأسبوع، ستتواصل الريح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ستظهر بعض الغيوم من النوع المرتفع، حرارة مرتفعة نسبيا رجوعا إلى المعدلات العادية لهذه الفترة، أقصاها سيكون ما بين 16 و20، تصل إلى 22 درجة بمناطق الوسط والجنوب. وهذه الحالة ستتواصل كذلك يوم الأحد مع نزول بعض الأمطار آخر النهار بمناطق الشمال، ودرجات الحرارة دون تغيير ما بين 17 و21 درجة، تصل إلى 23 درجة بمناطق الوسط والجنوب، تعتبر فوق المعدلات العادية بقليل. شروق الشمس يوم الغد سيكون في الساعة 7:16 دقيقة، وغروبها سيكون في الساعة 5:52 دقيقة. أوقات الصلاة اليوم الغد الجمعة 7 من ربيع الثاني 1435 هجري، صلاة الصبح ابتداء من الساعة 5:47 دقيقة، صلاة الجمعة بداية من منتصف النهار 40 دقيقة، العصر في منتصف النهار 28 دقيقة، المغرب الساعة 5:54 دقيقة، وصلاة العشاء في الساعة 7:20 دقيقة. لمزيد من المعلومات أدعوكم لزيارة موقع الويب netio.tn أو استعمال الموزع الصوتي على رقم 88 40 04. في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.